طيب نروح مع بعض لترند الاهلي ونشوف بعض التفاصيل المتعلقه بالاهلي عبر السوشيال ميديا. اول حاجه معايا صفحه رسميه في الجول على الفيسبوك بيتكلموا على التشكيل المتوقع، عوده ايمن اشرف بعد الايقاف، شريف بيقود الهجوم بالتشكيل المتوقع للاهلي اليوم امام الاسماعيلي، حراسه المرمى الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط السوليه فتحي محمد مجدي قفشه، وفي الهجوم محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف، وكهربا والشحات عاملين اداء مميز جدا ومحمد شريف بيتصدر هدافي الدوري العام. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للاهرام وبيتكلموا عن تفاصيل الجلسه الاخيره لموسيماني مع لاعب الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي. انا مش هطلع واقول انا عندي الكواليس وموسيماني بيتكلم في ايه وبيحذر من ايه، الكلام ده طبيعي جدا. موسيماني بيتكلم عن ضروره التركيز وحصد الثلاث نقاط وتقليل الضغوط النفسيه، عندك مواجهه صعبه، انت اللي في الصداره، انت اللي بتقرب من الدوري، المنافس عنده مشكله في المواجهات المباشره، بيتمنى لك تعادل او خساره، فانت الاقرب للفوز بالدوري العام. ده كلام مهم جدا، لكن دايما موسيماني بيتعامل نفسيا بشكل كبير جدا مع الشغل الفني قبل هذه المباريات الكبيره. كمان معانا الحساب الرسمي للوطن الرياضي بيتكلموا على غياب 11 لاعب عن الاهلي امام الاسماعيلي في صراع استعاده القمه، بدر بنون بسبب فيروس كورونا، وليد سليمان بسبب الاصابه، سعد سمير، مروان محسن، كريم نيدفيد، محمود متولي، محمد محمود، ناصر ماهر، بيكهام، حمزه علاء، احمد نبيل، كوكا، كل ده لاسباب فنيه. ان شاء الله الاهلي دايما بمن حضر والكل النهارده يكون على هبه الاستعداد لمواجهه الاسماعيلي. اخر حاجه صفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك، الأهلي يلبي طلبات موسيماني من الصفقات الصيفية قبل بدء الموسم الجديد. دي آخر حاجة معايا في ترند الأهلي من اليوم السابع، وأنا عندي تعليق عليها بسيط جدا، قلته كذا مرة بس المرة دي هقول حاجة جديدة. النهاردة 11/8، الدور هيخلص يوم 26/8، يعني نتكلم في حوالي أسبوعين. خلال الأسبوعين هيكون في تفاصيل كتير، وبعد الدوري النادي الاهلي هيعلن رسمي كل الامور المتعلقه ببدايه الموسم الجديد، الصفقات والاعارات واللاعبين الجدد، وباذن الله الاهلي بيحضر لقائمه يقدر يشتغل عليها 3 سنوات، يفوز ببطولات سواء افريقيه ويعمل انجاز في كاس العالم للانديه القادم، انجاز طيب في كاس العالم للانديه اللي جاي، لكن كل التفاصيل دي هتكون بعد نهايه الدوري اي بعد 15 يوم.